بينما فريق الوداد انطلقت على بركة الله أحداث اللقاء بصافرة الإثيوبي تسيما. نجم الساحلي لا تحدث كثيرا، وبالتالي لا داعي للقلق أو التوتر أو الضغط على اللاعبين. عبد الله السعيد، والله سلام باللغة العربية الفصحى أمام الأهل من البداية، استيقظ وركز واصحى باللغة العربية الفصحى مع الأهل، استيقظ وركز واصحى، اصحى وصحصح فوق، الأهلي رجع تاني فوق، نعم طب حبة فوق وحبة تحت، الأهلي من تاني فوق والوداد دلوقتي نزل تحت. الله 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 الله، مؤمن زكريا، بداية وأي بداية قيمة كبيرة لتركيز عالي وتحضير ذهني ونفسي، وقيمة كبيرة لمؤمن زكريا الجناح السحري للنادي الأهلي. ور على الثاني، لا 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 يا وليد، لا لا يا وليد، لا مش ممكن مش ممكن، فرصة عظيمة لهدف ثاني، فرصة عظيمة لهدف تاني. هداف النادي الأهلي في البطولة وليد أزارو صاحب هاتريك أمام النجم الساحلي، وأخطاء الدفاع الودادي زادت أكتر وأكتر بعد فاصل مهارات ومثلثات ومربعات، ولكن هربت راحت على طول إلى معلول، تعود من تاني، تصويب تاجاي ولكن إلى ضربة المرمى، ضغط أهلاوي قوي، تواصل للخطوط وتقارب للخطوط واستمرارية الهجمة، عناصر قد تكون غريبة وكلمات قد تكون صعبة. أفاول حكم اللقاء كل شيء، انطلاق ناحية اليمين على طول إلى محمد أونجم اللاعب الخطير والعرضية، ضربة الرأس وأول أهداف الفريق الودادي، أول أهداف الفريق المغربي للاعب الخطير أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي يسجل وتصبح النتيجة 1-1. لسه بقول لحضراتكم خطر جدا محمد أونجم الجناح الأيمن، ونركز مع أشرف بن شرقي، ولكن عموما الهدف للوداد والتشجيع لكبير محمد سعد، وضربة الرأس وفرصة مش معقول تاني من جديد على طول إلى جاي، تروح لمؤمن زكريا، ولكن الاستلام إلى وليد أزارو. الله 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 على الفكرة الجميلة، تاني التحضير التاني، ولكن على طول تصدي استخلاص، لعب على المساحة، لمسة واحدة يا مؤمن، ولكن على طول التفكير وهي معاك، ضربة الرأس من تاني أوتارا اللاعب البركيني، فرصة ضربة جزاء ولا ايه؟ كرة مشتركة في التحام بدني قوي قوي قوي. بص حضراتكم اللعبة دي، بص دي هي دي هي دي، عايزة عن قرب اهي. بس والله ما لعبش على الكورة، ضربة جزاء، ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد، أيوة ضربة جزاء لأنه ما لعبش على الكرة أبدا. أفريقيا ومرتين في السوبر، يا عمدة، هي ده وقته، هي دي قمة. نتيجة تصاب لمصلحة الحمراء والبيضاء، الوداد البيضاوي على موعد مع كتابة التاريخ مرة أخرى بعد طول انتظار وبعد الربع قرن من الانتظار، حان الوقت يا الوداد من أجل إحراز لقب الكأس التي ينتظرها جمهور الحمراء والبيضاء والجمهور المغربي، قادمة من طنجة العالية للكوير العزيز. جوي سيري، جوي رائعة جدا بمراكب محمد الخامس، هذا هو جمهور وداد اليوم حاضر كما كان حاضر في كل الاستحقاقات الأفريقية، واحد من أروع الجماهير ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الأفريقي والعالمي، تعبية جماهيرية كبيرة وكبيرة جدا من أجل مناصرة الوداد وبطولة الأفريقية على خير برفع الكاس يا النقاش، بعد رفع فخر الدين الرشحي في سنة 92 سنة المجد الودادي، هنا سيكتب التاريخ إن شاء الله، هنا سيدون الوداد البيضاوي، هنا سيدون الوداد اسمه بأحرف من ذهب وإحراز اللقب الثاني، قولوا يا رب. إذن سريعا نتعرف على تشكيلة الفريقين اليوم، غيابان مؤثرين لا في الصفوف الأهلي ولا في الصفوف الوداد البيضاوي، يغيب عن الحمراء والبيضاء لاعب نجم الاسم الذي أصيب في مباراة الذهاب كما يغيب علي معلول رجال، هذا هو أشرف بن شرقي يلعب كورة أمامية، لكن المتابعة
متر ظروف الحداد على الجهتين بين المابن الشرقي. الرأس الحارة حذير من هذه الكرة وهذا موطن من الأخطاء المباشرة تمشي للالي متابعة من مومن زكريا يلعب أرضية في القناة الثانية خطيرة خطيرة زارو يا زارو الله يرحم من زارو خفف يا زارو خليك حنين على دفاعات الوداد يا زارو هذه انتصار ودادي في مناسبتين يخسر الأحمر في ثلاث لقاءات ويتعادل في أربع مباريات الوداد للسلق به نعم كأس الاتحاد الإفريقي كان ذلك في 2010 يوسف رابح نعم هنا في التغطية والحكم البكاري اللعب ومفاتيح الفرص والأهداف وإن شاء الله يكون الوداد موفق في هذه النقطة تلعب الكرة في لاجئتي بمرأة في الفريق الأهلي مومن زكي السعيد يرفع المتابعة من طرف اللاعب وليد الكارتي على يسترجع عبد الله السعيد تمشي سريع لمومن زكي يا حذري 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 من مومن يا بدر يا كداري طلع يا كدارينو هذه القوقعة الدفاعية تلعب الأهلاوية داخل منطقة الجزاء خطيرة 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 الدقائق الأولى نعم 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 وضعية تسلل واضح على مومن زكريا صاحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب بعد الغياب في مباراة الذهاب شفنا اللاعب وترى في محور الدفاع مومن زكريا زكريا هذه كانت سهلة ولكن معلش لمبدأ الأمان والسلامة يبعد للركلية تلعب الركلية عبد الله السعيد وسط الميدان تلعب هناك على الجهة اليسرى من عمرو السولية ينطلق حسين السيد لكن دورك يا نصير هذه كرة في العمق لكن مرت سالم فعال الرجل كذلك الخلوق والرجل اللي ترك بصمات في نعم تشكيل المنتخب المصري بينما لدينا كرة يلعب كرة في الجهة اليمنى انسلال يا بن شرقي مر يا بن شرقي وين المتابعة يدخل في جو المباراة مشاهدي الكرام الكارتي الله الباس هنا المتابعة من بن شرقي السعيد يدخل منطقة الجزاء يعمل بريس نعم مدربان يغلقان المساحات مدربان يتركان مجال المساحات هذه كرة ملعوبة مومن زكريا وليد أنصارو وليد أنصارو خطيرة مومن زكريا في السينما هذه كرة على جهتها اليمنى غطي يا بدر غطي يا بدر غطي يا بدر وضعية تسلل نعم تمر بعض الفترات العصيبة على بدر كداري في الجهة اليسرى وأنا على يقين بأن النقاش سيكون خير دعم إلى جانب العطوشي في الجهة اليسرى مع بدر هذه كرة أمامية النقاش ممتاز خمسة لاعبين أهلاوية داخل منطقة الجزاء مشاهدينا الكرام عودة كل عناصر فريق الوداد عبد الله السعيد إلى عبد الله خضروف 20 دقيقة مشاهدة الكرام دائما صفر مقابل الصفر هذه لعادة مرة أخرى خضروف نعم سعد لتنفيذ هذه الركنية كثافة تحتاج لمقاتلين ولسفاحين امشي الحداد اضرب الحداد اضرب هذا تنتظر فرصة لعادة مرة أخرى كنت أتمنى من الحداد أنه يسدد في الولا الأولى كنت أتمنى من الحداد أنه وجب العودة بسرعة وجب العودة بسرعة حذري من ترك المساحات مومن زكريا وحده مومن زكريا وحده أوه برافو يا بدري هذا فعله الرجاء البيضاوي انطلاق للمومن خطيرة 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 بالمدافع الشيء الجميل هو العروبي كما ترى يا نعم سوبر شوف التقدير الرائع للمدافع كيف تلا وزارة الشباب والرياضة في المغرب بأن هناك مخطط بالفعل ومشروع ودراسة دفع كرة ينادي خطره في حطب الرأس فرصة اضرب ماذا تنتظر يا الكارتي كورتك يا الكارت وتطمينات من الجهاز الجامعي من سيروتابع للكرة الجانبية مرفوعة زوير زوير يترك إلى ركلة مرمى بيل توقع كل شيء ممكن أن يحدث في كرة القدم شوف الإعادة مرة أخرى أحمد فتحي يرفع الكرة الأمام ولكن النقاش صدقوني لن يتجاوز منتصف الميدان وهذا هو المطلوب خضروف خضروف يا خضروف أصعب أصعب سيناريو لما تطلق هدف في هذه اللحظات على بعد دقائق من الشوط الأول الحداد يمشي الحداد يهرب الحداد يدخل برافو يا الوداد الانتفاضه في هذه الاثناء شوف الاعاده مره اخرى حور عطوشي ومعهم السعيدي بن شرقي يرفع هذه الكره شريف اكرامي الملايين من المغاربه قاطبه والركنيه تنفذ كوتك العربي الحمد لله الحمد كازا تلعب الركنية كمية صعبة هذه الدقائق كمية صعبة بدرية على المستوى الهجومي بينما كرة أهلاوية عرضية اطلع يا زوير نعم لما تشوف ركزين لحظة بلحظة مع جو هذه المباراة تمشي الكرة في الجهة اليمنى حذري حذري حذري
وتسديد لك العربي ابي احمد. احمد اللي يدخل واللي يستلم قبل حدات كورة على الجهة اليسرى نص ربعة الى الركني. الدفاعية تدخل بن شرقي نعم يمر بن شرقي يا رب بن شرقي من يسال بن شرقي لولا مسال كارتي لمرت عند بن شرقي كرة الاوية لكن بعيدة بعيدة تماما. مريا وداد وان شاء الله عودة الاندية الكبيرة للواجهة الافريقية. مراوغة من بن شرقي ارضية وقال